أمجاد إبراهيم عليه السلام فرمي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيمش داوايك الأخواي قولك أم شوينا بكا بشوينيكي أمن وآسايش ورزق وبركتيكي زور برجي بسر أو كسانيك إيمان دارا بخواه برام بروجي قيامت شنك إبراهيم عليه السلام جاري بيشوتر داوايك الأخواي قولك إمام يد لزريتك إخوي بيا خواي قولك فرمي بس إيمان داران أقريتوا أم دعايشي كن فرمي خوايا رزق وبركت برجيني بسر أوانيك إيمان دارا و روجي إيمانيان بروجي قيامتيش هيا خواهي قرش فرمي قال ومن كفر بو كافر كانش شنك ما إماميتينيا رسق كافر مسلمان لدنيا چن أجي رسقي خواهي خواه تاقر ريتوا قيامت أمجا خواهي قرش فرمي مده كافر كان رسقي خواهي نخونو دعاي سزاي سختي ندموا لروجي قيامت. أمجار إبراهيم عليه السلام كوت دروس كردني كعب لقل إسماعيل دا وكو خواهي قرش فرميت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرميان أي خواي فروردقار أما لكاتي داناني چينكاني ديوارك عبدا أي خواي فروردقار أم كارمان لي قبولك أما بستنها لبر رزامن ديتويا وهرتوش بسريتو زانايبا إيما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أي فروردقار بدو مسلماني بتوي بهز قبول من كيد أو مسلمانيتي كلا دلو درون وتسليم بنبتو يا ربي لزريتك شمان دا أمتي كي مسلمان دروس كي وأي فرودقار فيري مناسكي حجو فيري عبادتك عن من همي كي وليش من خوش بي شون كهرتو خاوني ليبردني. أمجار فرميا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أي فرودقار لنا وأم زريتمانا لمش يندى كسيك هلب جيري بيكي ببيا شوايان أي فرودقار دعاكي لي قبول كردن ولزريتي إسماعيل دا عليه السلام خواي فرودقار محمد عليه الصلاة والسلام هل بجار هل لما كدا كردي ببيا شواي خلقيو أو دعاياني أوانيش داوايان كر خواي فرودقار أو إيشاني ببيا غمر صلاة وسلامي خواي لي بيسبار أو إيشقيان ديو أو دعاياً لقبول كدا لإبراهيم ولإسماعيل عليهم السلام. لكاتي چين داناني ديواركاني كعبدا آلو كاتدا إبراهيم عليه السلام داواي كلا إسماعيل كري كبتشيت برديكي بو بينيت بيخاتا ركنيكي كعبا بو أوي ببي بشوينيكي دياري كراو كمسلمانان هاتن أو شويندا أو مالا بو بناسنوا أو بو إسماعيل لهندي الروايات دلين روش بردكي بو إبراهيم هنا عليه السلام وهندي الروايات اجدلي وتيباو كيان هلاكم فرمي ديب شو بردكم بو بينا كاتيك شو قراهات وبردكي بينا بو كاتيكي زاني إبراهيم عليه السلام بردكي سبي جواني لبردستا خستوية سوشيكي كعبة فرمي باوكا أم بردد لكو هنا كلم سحرايا بردي وايتيانيا أويش فرمي أوا يكيك بو هنا كمان دوبون نازاني وهلاك نابيا أو جبريل عليه السلام لجنة أو بردي بو من هناك بخما أرقنا بردي كي سبيبو بلان بجوري تاواني خلقي بجوري زمن كخلقي سرداني حجي كر أو بردي استبو بحجر الأسود كلا سوچي كي كعبدايا أو برد أصلا كي بردي كي سبي رون بوا كلا بهشتواتوا. إبراهيم عليه السلام قشتك وتاي چينكاني سروي كعبا
امجار دستینا گشت سری سروا او ابو بردی کی هنا قاچی خست سر بردکا چو چینکانی سروی کعبه پیدانا او بردی که ابراهیم علیه السلام قاچی لسردانا او مقام ابراهیمی که خوای گور القرآن دا فرمید واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم علیه السلام او بردیا که قاچی خست سر بودانانی چینکانی قاتی سروی کعبه و اگر لو حاجیان بپرسن چون سردانی حاجیان کردوا که آثاری هر دو چی پی ابراهیمی علیه السلام لسر بردکتیایا که لقاچی انسانی طبیعی استا گورترا چون که مروفی او کاتا گورتر بون لمروفکانی استا وگل فرمودکانی پیغمبر داتو علیه صلات و سلام روش بروش مخلوقات بچکولتر ابیتوا حتا برو قیامت دا چی و دلين لهندي الرواية دهات وكا عمري كوري خطاب لسردمي او دار زامني خوالي ابي بردكا نزيق بلا بيتوا كخلكي زياتر بل اتشوب ولايو نزيق ابونو لكعبو يعني طوزي قربالك يدرس كردبو لوناوا عمري كوري خطاب الرياري دا كأو مقام ابراهيمي او برديك هر جيقي في ابراهيمي تا عليه السلام توزيك هناو يعني تدواتر ولا بيتوا دوريان خستوتوا بلان بجوري فرمودك اني في غمر عليه الصلاة والسلام حوشي كعبا هموي مقام ابراهيمي ويان رواياتي كترها يكا ابراهيم عليه السلام كاتيكا تشينا كاني كعبي دا انا او بردي لدور او دانا او تشوى سري بقات سيري اكرب زانا آية او تشيناني كداي انيت سوشا كاني كعبا همي بقدر يكن يان مقام ابراهيمي رواياتي كيها لسر اواهاتوا ابراهيم عليه السلام كعبي طواو كردو كوتاي بيه نالق الاسماعيلي كريدا وداوان كل اخواي قورك اخواي قور امكاريان ليور قريت ام جار ابراهيم عليه السلام خواي پروردگار امري پيكر كبانغي خلق كابو حج كردن بو يفيري حجان كان هندي الروايات هي قوا جبريل عليه السلام هاتوا ابراهيم يفيري حج مناسك كان حج كردوا عليه السلام وهندي الروايات جاك ابراهيم عليه السلام خواي قوري الهامي بو كردوا ك خوي مناسك كان حج زانيوا أيش خواي قول القرآن دا فرميت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فرمي أي إبراهيم عليه السلام برو بانك بدو خلقي بانك بو حج با خلقي لدورو وبين بسواري حشتر ببي خلقك دين بو حج حج أكن إبراهيمش عليه السلام كاتي كتشو تشو سركيوي عرفة لسركيوي عرفة وبانجي كر خلقينا ورن بو حج بإرادة إخوة هرشي مخلوق لو سردم لسر أرزا أجيا هرشي إنسان لسر زمينة أجيا لهر قاريك بي لهر شوينك بي دنجي إبراهيم خواه قيان دي جوشكي أو خلقا كبين بو حج ولا وش معجزة لي قولتر كخوشويستي كعبي خستنا ودلو دلوني أو خلقوا أو أبو خلقي رويان كرد كعبا إبراهيم عليه السلام فيري مناسك كان حجي كرنو حجي لقليانا كرد وأمجار إبراهيم عليه السلام لدوائك وتايهناني كعبو طوابوني حج جاريكي ترقرائي وابو منطقي فلسطين انجار بزاني لمنطقي فلسطين إبراهيم عليه السلام ليجياني چون بردسر إبراهيم عليه السلام لمنطقي فلسطين ما يوا أمجار خواي فروردقار أو علم اليقيني هبو كردي بحق اليقين إبراهيم عليه السلام خواي پروردگار ام جاره معجزه کی عملی پیشانده لسر قدرتی خواه کچون حق اليقين بزانيت که خواي گوره مردو زندو وكاتو اوش که خواي گوره بمانا گيرتو وكا لسر زمان إبراهيم عليه السلام كداواي كد لخواي پروردگار وكو خواي پروردگار افرمي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إبراهيم عليه السلام فرمي أي پروردگار أمي ببينم چون مردو زندو أكيتوا خواهي قورش فرمي او ايمان نهينا فرمي بلا يعني زور بتاكيدي من ايمانم هيا بويكتو مردو زندو اكيتوا بلام حز اكم بچاي خون بيبينم بوين ظلم مطمئن بيت يعني ابراهيم عليه السلام زور بتاكيدي
بروای به وهاب و که خوای گور مردو زیند و کاتوا بلام حزی کردو بچای خوی ببینید علم الیقین کیف چه تحقق الیقین و خوای پروردگاریش امری پیکرت بسد برینی چوار بالنده کلد لتیان بکات تو کو اسقان و گوشتیان هر همیتی کلاو که هر یکی لسد لود که شاخ اگدانه وكو خواهي بردقار فرميه قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم خواهی گوره فرموی چوار بالنده بینا لد لتیان بکا گوشت و اسقان و توک تیکلاو که و امجار هر یکی للود که شاخ اگدانه و امجا بانگیان که یک سر دین و بلاد بزیندیتی و روایت یک هیده فرمی ابراهیم سری هر چوار بالنده که لدستی خوی دانه و کات یک بانگی کردن یک سر به ازنی خوا هر چوار تیرک زیندو بونه و هر تیرک هاو سرکی پیوی انوسا و جاری کتر بالی اگردوا ام واقع عملی بینی که خوای پروتگار چون مردوی با زیندو کردوا ابراهیم علیه السلام دوائی مده اگ مانو لفلسطین ام معجزه بچای خوی بینی که خوای گارو چون مردوی با زیندو کردوا ام جار برو کتایی جیانی ابراهیم اچین علیه السلام ابراهیم علیه السلام پیش اوی وفات کات هاجری خیزانی وفاتی کر لمکه جاری که ترگر رای و بناشتنی هاجر لمکه زور حزین بوبا وفاتی هاجر و امجر دوائی مدهیگ ابراهیم علیه السلام ساری خیزانیشی وفاتی کرد که تمنی سو بستو حو سال بو ساری شی ناشتو زور غمگینو بیره کرده و لو روشانی که لو روش سختانی که ساری لگلابو لکاتی هجرتکانو بملا بولادا و ابراهیم علیه السلام که امدو خیزانی وفاتی کرد ابراهیم خوی جاریگ ما بووا و حتی ابراهیم علیه السلام تمنی خوی گشتا صو حفتا و پین سال ابراهیم علیه السلام خویشی وفاتی کرد که لمنطقی حضرون نجراوا که بزمانی انگلیزی پی الین هبرون بلان بزمانی عرب پی الین الخلیل استشاری الخلیل لفلسطین ابراهیم علیه السلام لوشو ندا نجراوا و اسحاق و اسماعیل هر دوکان ابراهیمیان ناشت و نجی مردو او سنتانیان هموی لسر جیبه جی کرد و امجار دین سر فضائلی ابراهیم علیه السلام چند فضلی کتابتی هبوا کل قرآن و لحدیث دا هاتوا هندگ لو فضلانی ابراهیم علیه السلام باس اکین و دوائی اوش کرتجیانی کی اسحاق و اسماعیل باس اکین که بتفصيلي جياني إسحاق و إسماعيل هر دوكيان لناو جياني باوكي دا باسمان كر بلام يكي چن آيات يكيان لسر ماوا أو آياتانش باس اسكين با إذن خواهي پرودگار لفضائل إبراهيم عليه السلام يكيق لوانا الصحف كوغلا في غمريان پرسي عليه الصلاة والسلام صحف إبراهيم چي بوا فرمويتي پربوا لآمشقاري وهندي لو آمشقاريانشي بباس كردون كا لا حديث يكي في غمر داتو عليه الصلاة والسلام يكي تلو فضائلاني إبراهيم عليه السلام أو يا كخواي قورا فرمي واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني خل خواي پروردگار إبراهيم كرب خليلي خوي واتا كردي بخوش ويستو نزيق لخوي وزانايان دفرمون لدواي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بدرجة خوش ويستي نزيكي إبراهيم الأخوة صلاة والسلام إخوائي ليبيا يكيك لفظ لكاني تريك لفرموديكي پیغمبر داتو عليه الصلاة والسلام فرميت لروجي قيامة داخل كيبا روتيوبا بيبتيوبا ختننك راوي حشرك ديت لو روجدا إن أول من يكسي إبراهيم عليه السلام يك كم كس لقيامة دا كجل أكريب بريانا وخلقك الروتا يك كم كس إبراهيم عليه السلام لشواني كتر دا أخواي بروتقال لقرآن دا وصفك فرمي وإبراهيم الذي وفى
إبراهيم عليه السلام صفاتي وفايها بو يعني أدى إبراهيم كتطبيق هم أوامر كان إخوة قورا كرد أو بك إخوة قورا بيويد بدرس كدني كعبة كردي أو أبو خواي قرب بيود لقل صراع لقل أوانا وبتكانش كاندن كردي أو أبو إبراهيم عليه السلام هجرتي كلا بينا إخوة أو أبو إبراهيم عليه السلام أما دبو إسماعيل سلب بره لفينا إخوة قورا يعني هرشي واجب كان إخوة قورا هي أدائي كرد وإبراهيم الذي وفاك إخوة قورا أو فضلي في بخشي لآياتي كتير دا خواهي قورا ببيغمار عليه الصلاة والسلام فرميت تو يكي لبيغماراني أولو العزم كزورنا رحتيان لقلنا توكيانا تجاوا و أو بيغماراني شي بيشتو كأولو العزم بون نوح إبراهيم موسى وعيسى بون عليه السلام واتا يكيك لبيغماراني أولو العزم لآياتي كتير دا خواهي قورا فرميت إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم خوي قولا فرمي إبراهيم خوي بو خوي أمة يكبو وإبراهيم حنيف بو باك بو يك لحظة للحظة كان أما دنب الشركة ولق المشركين دانبوا ودائما شكري نعمتي خواي كردوا وقدلين إبراهيم لأخواردنو لروشتنو لنا أخواردنو لحصو كوتا بردوام زماني بحمد سناو شكر سباز بزاري خواي قوربوا وكو خواي قورا فرمي شاكرا لأنعمه لآياتي كتر دا خواي قورا فصلي كيريتا وأفرمي ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب إيمال زريتي نوح وإبراهيم جاريكي تربية غمرمان هنا وسرزمين واتا هرشي في غمرك لدواء إبراهيم وهاتبه عليهم الصلاة والسلام هميل زريتي كركان إبراهيم بن صلاة والسلام إخوان لبيت همجار دين سر باسي كي إسماعيل وإسحاق عليهم السلام كلا دواي باوكيان أو دوانا ما بونوا إسماعيل أويش خواي فرودقار كالقرآن دا بكرتي باسي جياني إسماعيل أكاد وكووت ما جيانا كيمان لناو جياني باوكيا باسكر بلام أم آياتيش هل لسر جياني إسماعيل عليه السلام كخواي قورا فنميت واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا خوي قورا فرميت إسماعيل عليه السلام بيغمريكي صادق الوعد بو واتازور بيوز بو بوعد كان كأيدا وكو دلن زانا كان روجيك وعدي لقلب يا كهبوك بيانيكي يكتري ببينن كاتك إسماعيل عليه السلام بيانيكي تشو ككابرا ببيني كابرا لبيري تشوبو كات يشو بيري كوتوا روجبو أو جيقايك لقل إسماعيل دا عليه السلام كموعد ينهبو كبيني إسماعيل عليه السلام لويا بيود أول بياني وتا يستوصطاوي فرمي بلي لبياني وتا يستوصطاوم شاوري أو معدكم جيبجيكم بو يا خواي قرا فرمي صادق الوعد وأمجا خواي قرا فرمي أمري أكرد لنا وأهلو كسوكارو دورو بشتكي خوي بنيجو بعبادة بزكاة لكاتي زكاة آقادار كدنو بداني زكاة ولكاتي نيجا كان آقادار كدنو بكدني نيج ولكاتي خير صدقات آقادار أكدنو وخواي قورا فرميت براستي خوال إسماعيل راضي بوا إسحاقش عليه السلام أوجوت من جياني من لنا وجياني باوكي أباس كرت كإسماعيلش عليه السلام كوفاتي كرت هل لما كان يجراوا وإسحاقش عليه السلام كوفاتي كرت لخليل نجراوا لقلب باوكي داواتا هل منطقة خليل كإبراهيم عليه السلام لوين يجراوا وثمان قديما بيوتراوا حضرون بزمان إنجليزي بيوتراوا حبرون إسحاق إجباوكي يعقوب عليه السلام يعقوب إجباوكي يوسف ويانزب راكيتي كإسحاق إشكريكي بناوي يعقوب أويشار بيغمر بو إسحاق إجيكيك لبيغمر صالحة كان كخواي قورا وصفكاو وخواي فرودقار بركة برجيانية بسر مجالسة كان مانا وخواي فرودقار تمن من بدا زياتر خزمتي أم ديني خواي قورا بكين
ليرة دا كوتاي ديانين بجياني إبراهيم عليه السلام أما جياني إبراهيم إسماعيل إسحاق كريبو ولا وتاري دا هاتو مانا ببشتيواني خواي قورا بإذني خواي فروردقار أچين سر جياني لوط ككريهارانا كبرازاي إبراهيم عليه السلام وقصة كي هلا عصر إبراهيم دارو دا بزانين قومي كي چون فاحشبون وخواي فروردقار بچ سزايق لناي بردن. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.